قرية الولجة هي أكبر قرى من قرى القدس كانت قبل 48 قبل حرب 48 كانت أكبر قرية في القدس. كانت مساحة أراضي القرية 76,000 دنم ويوجد فيها 27 نبع من المياه 27 نبع مياه كانت هذه القرية. في الحرب هجروا جميع سكان هذه القرية اللي كانت موجودة في المنطقة الغربية هجروا إلى مخيمات الشتات طبعا في موجودين اليوم في الأردن وفي في أريحة وفي في بيت لحم. مساحة اليوم البلد اللي باقى منها اللي باقي من القرية 6500 دنم اللي ظل من بعد الحرب 48. فهذه نكسة ثانية يعني أهل الولجة. يعني إحنا كنا في نكبة الأولى 48 اللي خسرنا كل أراضينا كل يعني 99 من أراضي البلد، وهذه النكبة الثانية اللي بتحل علينا اللي هو الجدار الفاصل اليوم وبناء المستوطنات المستوطنة في قرية الولجة. ولم يتبقى من هذه الأرض سوى القليل جدا جدا. اسمي صلاح أبو علي في قرية الولجة، أنا صاحب الأرض وصاحب الشجرة الأقدم شجرة الزيتون في فلسطين والعالم، وأنا مشرف عليها من قبل الدولة الفلسطينية على هذه الشجرة وهي جزء من أملاك الدولة الفلسطينية. هذه الإماية، هذا الإم الشجرة صوارتها وقطرها 8.5 متر. هذول بناتها، هذول بناتها من نفس الشجرة، هذول بناتها، وهذه الأم القديمة الأماية. وأنا خصصت يعني أحد من فرد من أفراد هذه العائلة اللي أكون أنا الواصي على هذه الشجرة. هذا شرف، هذا وسام، هذا وسام إلي كبير، لأن هذه كنز. صامدون 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 في قلب الشجرة، قلبها في قلب الشجرة، مزروع في قلبها. لا 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 هي استهلاك للعيلة فقط وتوزع منها قسم، لأن عندنا في الشرع الإسلامي يوجد زكاة الثمار فوزع منها قسم من زكاة الثمار للفقراء والمساكين اللي يستحقوا هذه الزكاة، والبضالة للعيلة لأن عيلة كبيرة ف يعني ما بقدرش نبيع منها أو شيء لأن ما فيش كفاية العيلة تبعتنا كبيرة طبعا. طبعا احنا موجودين قريب جدا من الجدار الفاصل العنصري الذي يحد هذه الشجرة، يقع هنا قريب جدا، فهو خطورة لهذه الشجرة لأنهم بعدي الجدار يأذي هذه الشجرة لأنها شجرة كبيرة في العمر وهي تحتاج إلى أرض كبيرة واسعة، وللأسف يعني الجدار سيكون قريبا جدا جدا من هذه الشجرة. طبعا رايحين نكف قدام الجرافات نحاول ان نقدر نمنع انهم ياخذوا الشارع، واذا ما فيش امكانيه طبعا حنعمل شارع جديد بدالها
هنكون في شارع جديد اللي نثبت هذه الشجرة ونثبت هذه الأرض اللي نصل هذه الأرض. يعني هذه الأرض، هذا التراب، هذا دم، دم الشهداء، هذا حروب، فمش رايحين نفرط في هذه الأرض زي ما فرطوش أبانا وأجدادنا في هذه، برضه احنا مش رايحين نفرط في هذه الأرض، أولادنا مش رايحين يفرطوا إن شاء الله رب العالمين.